كرة ترجع من جديد للأمام ويروني يتقدم والهدف الأول، الهدف الأول رايان جيجز ينجح إذن في إحراز أول أهداف مانشستر يونايتد بهذه المباراة. كرة من جانب ويروني في الجهة اليسار، وضع الكرة بشكل سليم إلى رايان جيجز، ورايان جيجز نجاح بوضع الكرة مباشرة إلى المرمى. تجد التحية من قبل عشاق مانشستر يونايتد في أول أهداف المباراة. رايان جيجز يضع الهدف الأول للشياطين الحمر بعد ما استغل كرة ممتازة من واير روني في الجهة اليسار. الكرة وصلت لواير روني بشكل صحيح، وروني وزع له كرة على طول لمنطقة الجزاء، وجدت رايان جيجز المتابع والذي يضع الكرة على طول في المرمى. أول أهداف مانشستر يونايتد بهذه المباراة. لاحظ كرة واير روني مباشرة بلمسة إلى رايان جيجز، ورايان جيجز أيضا كريستيانو رونالدو إلى روني. لاحظ هذه مثلا، هذه دلالة على التفاهم ممتازة، والهدف الثاني لمانشستر يونايتد أكبر دليل على التفاهم الموجود بين كريستيانو رونالدو وواين روني. هدف سهل جدا يقبل شينزين. لاحظ الكرة ممتازة جدا لواير روني، وروني بكرة ساقطة صعبة على حارس المرمى، اللي تقدم كان من جانبه بشكل خاطئ. الألعاب الأولمبية دائما منتخب بريطانيا. كرة لصالح مانشستر والهدف الثالث. إذن ثالث الأهداف في هذه المباراة. ناني بتصويبة ممتازة يسجل أول هدف له مع مانشستر. ناني الميدا يحرز أول أهدافه مع مانشستر يونايتد في شباك شينزن. لويس ناني الميدا الحاضر من سبورتينغ لشبونة في يونيو الماضي، سواء على مستوى الألعاب المختلفة أو حتى في كرة القدم، الصين لا تمتاز بلعبة معينة. هذه محاولة، والثالث أو الرابع، الرابع. الأرقام راح تضيع مع تواصل مانشستر يونايتد على إحضار الأهداف، والهدف الرابع. من جانب مانشستر يونايتد شوف الكرة داخل منطقة الجزاء بكل هدوء، بدأت من فيرديناند إلى كريستيانو رونالدو، كرة سريعة جدا. أوشي يضع الهدف الرابع اللي صفق له فيرغسون. كوتشك لناني، ناني سريع يتقدم بالكرة لواير روني. روني هناك لكريستيانو رونالدو، يا سلام على هذا الهدف بثلاث لمسات، الهدف الخامس في المباراة. كريستيانو رونالدو يقول روني أخيرا نجحنا. الهدف الخامس ورد التحية، باعتبار أن روني سجل هدف في شوط المباراة الأول من لمسة لكريستيانو رونالدو. خمسة صفر. كرة لصالح مانشستر تتصوب، السادس، قوية جدا. اغلاس
كريستوفر إغلاس من مسافة بعيدة، الهدف السادس لصالح مانشستر. لاحظ